الدائرة العالمية لسفراء السلام الأخت الراهبة ليليا النمري مديرة مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام بعمان كسفيرة سلام لهذا العام وذلك لمسيرتها العطرة والمميزة عبر عشرات السنين من الإنجاز المهني التربوي والروحي الكنسي وسيتم تسمية الأخت النمري كسفيرة للسلام في حفل عالمي في الرابع عشر من شهر ديسمبر القادم وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للقادة الشباب وسفراء السلام في العاصمة الإسبانية مدريد نور سات الأردن، ممثلة بالمديرة الإقليمية في الأردن وفلسطين، الدكتورة باسمة السمعان وكافة فريق العمل يتقدمون من سفيرة السلام النمري بأحر التهاني القلبية وللرهبنة الوردية مزيدا من التقدم والازدهار